وسعيد جدا جدا بمشاركتي في مهرجان الرباط لسينما المؤلف، والحقيقة أن أنا سعدت أكتر باختياري لتقديم النجم الكبير المصري السينمائي محمود حميدة، وأيضا شاركت في على الشاشة بالفيديو التسجيلي اللي نشفه اللي في بضع دقائق وكلمات بسيطة وموجزة، حاولنا نعرض لتاريخ هذا النجم الكبير، تاريخه طويل أطول من هذه الكلمات، لكن كانت مشاركة مني في هذا الموضوع. وأيضا سعدت للغاية يعني بالدعوة الكريمة للأستاذ عبد الحق منطرش لما طلب مني أن أنا أشارك أيضا بتغطية فعاليات المهرجان على القناة 360 على الفيسبوك، ولأول مرة بيتم عمل بث مباشر ما بين مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف و القناة 360 بس مشترك لكل الفعاليات ولحفل الافتتاح. إن شاء الله نغطي الختام ونغطي كل فعاليات المهرجان. حفل الافتتاح كان أكثر من رائع الحقيقة، وعجبني التنظيم جدا جدا جدا. أيضا كل التحية للفنانة المغربية الكبيرة روية. أيضا سعدت للغاية بفكرة هذه التجمع، يعني التجمع العظيم اللي حدث النهاردة بين سينمائي مصر والمغرب وكافة الأقطار العربية. شيء صحي للغاية أنه يتم تبادل الخبرات وجهات النظر ومشاهدة أعظم وأهم وأحدث الإنتاجات السينمائية على مستوى العالم كله. وكان هذا التتويج لكل المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وكنقول لهم أنا كنحبكم أكثر ما كتحبوني، وكنتمنى أنني نزيد نواكب أو نزيد نشتغل شويش وندخل لبيوتهم بدون استئذان ولكن فالة محترمة. أنا جد سعيدة بتواجد ديالي في هذا المهرجان سينما المؤلف اللي في عمره 23 سنة الآن. عمري ما كان سمحت لي الظروف أنني نحضر، وهذا المرة قررت نحضر لأن كنعرف بلي غادا تكون في أفلام مهمة، أفلام يعني سيليكسيوني، يعني كنتمنى يعني الفيستيفال توفيق وكل عام والفيستيفال بخير والمغرب بخير وبلدنا بخير الحمد لله، وعيد مبارك سعيد لكل مغاربة، ونبقاو في أمن وأمان ونحبوا بلادنا ونحافظوا عليها لأن بلدنا غالية ورحنا محسودين عليها. بحكم أنني شفت مجموعة ديال الدورات وتابعت مجموعة ديال الأفلام، وبحكم اشتغالي في المركز السينمائي المغربي يعني كنشوف أنا في لجنة النظر، يعني كنشوف الأفلام كلها اللي كتجي للمغرب أو اللي كتعرض قبل ما تعرض في القاعات في المهرجانات. هناك حرص كبير على أن تكون الجودة على مستوى الأفلام المختارة، على مستوى الضيوف، على مستوى التكريمات، على مستوى الماستر كلاس. فكنظن مهم أن مهرجان يكون وفي لهذه القناعة هذه، وأنه يجيب مواد ويجيب برنامج اللي غني وتريء، وفي نفس الوقت يعني كاين في سينمات عالمية. سي ما بروميير بارتيسيباسيون ا سي فيستيفال دو سينما دوتور دو رباط، اي جي مي ريجوي سورتو داتر لا، دوتان بلوس كو لو ماروك اي تان باي كو جادمير اي تان سينيغالي اي تو اي سا مي بيرميت. اون اي ا لا 23e اديسيون دو سي فيستيفال، سي ان غران فيستيفال. Et ça va nous permettre de voir un peu les films de la sélection et de rencontrer les gens, discuter avec eux, rendre hommage, parce que cette édition aussi rend hommage à un grand cinéaste sénégalais, Sembène Ousmane. Il y aura une table ronde sur l'œuvre et la filmographie de Sembène Ousmane. Merci. أولا هذا المهرجان بالنسبة لي أنا كفرصة لقاء. لقاء مع أقطاب ديال الفن السابق عالميين، عندي فرصة ثمينة، وأنا كنحب هذا المهرجان كثير، بالخصوص اللي كاين في عاصمة الرباط، عاصمة الأنوار والثقافة. ملي كتلقى خمسة ديال القارات هنا مشاركين، ومن ضمنهم حتى المغرب، أنا كنعتبر المغرب بوحدو قارة،
انا اناني شي شويه خصني نكون مغربي. اللي كنتمنى اننا مع الاخوان ديالنا بهذا الاحتكاك اللي عندهم مع هاد الناس اللي كيشتغلوا على الصعيد العالمي اللي كياخذوا جوائز مهرجانات دوليه، ان يكون عندنا واحد الحافز اننا يدفعنا اننا نطوروا نفوسنا شويه. والحمد لله بدات تتبان بوادر مؤخرا، واحد الخمسه ولا سته ديال الشبان بداو كيعطيونا الاطمئنان على سينمتنا المغربيه، ورجعوا بنا للمغرب والمواضيع المغربيه. في الوقيته اللي كنا زغنا على السكه واحد الوقيته، وكتعرف القطار الى زغ على السكه الله يحفظ من الكوارث ديالو، والحمد لله كان العبد احمد. وكنتمنى التوفيق لجميع العاملين في الحقل السينمائي اللي هما مغاربه ويدافعون عن كرامه المغرب وتاريخ المغرب وحب المغاربه لمقدساتهم بدون استثناء. طبعا مهرجان سينما المؤلف هو من اهم المهرجانات العربيه فيما يخص سينما المؤلف او حتى المهرجانات الدوليه، لسبب بسيط جدا انه فيلم مهرجان كيختار اهم الافلام، يعني افلام يعني كتشوف في المسابقه الرسميه قيمه الافلام عاليه جدا. ما عرفتش الافلام المغربيه اش كدير هنا، ولكن كنشاركوا، ولكن الافلام اللي في المسابقه يعني مستوى راقي جدا جدا، وكل سنه تكون القيمه ديال الافلام كبيره، واللي يبغي يشوف السينما الحقيقيه كيشوفها في خلال هذا المهرجان. مرحبا. من زمان ما كانش عندي حدود في قلبي، لا اعترف بالحدود لاني سينمائي، والسينما لا تعترف بالحدود لان الاطار مفتوح دائما على عده افاق. ابي كان ياتي من الجزائر الى المغرب ومن المغرب الى الجزائر، كان يجيب الدقله من الجزائر وكان يدي الدلاع من المغرب. حكى لي قديما على هذيك البلاد، حكى لي على فاس، على مراكش، حكى لي على المغرب كلها. ف انا اعتقد انه الحب اللي كان عنده لهذا البلد خلاه لي كميراث، وهذاك الميراث هذاك انا باقي حامله على ظهري، وجيتكم بهذا الحب. C'est ça. Maintenant, je veux parler quand même du festival et de l'organisation du festival. Et surtout, ce qui compte dans un festival, c'est les films, la qualité des films. Et pour avoir de très bons films, il faut quelqu'un qui sait regarder. Moi, je l'ai appelé l'œil de lynx, M. Hamad Egeroum, qui regarde vraiment les films et qui prend son temps à les examiner et à les mettre côte à côte, de sorte à ce que chaque film met en valeur l'autre. Et dans la position actuelle dans laquelle on est avec mes amis, donc on est dans le jury critique, c'est très embarrassant parce qu'on ne sait pas comment trancher, tellement les films se complètent et se raccordent. Donc on va peut-être décerner un prix à Hamad Egeroum. Voilà, il faut que tu m'aides, donne-moi une autre idée, je peux enchaîner derrière. Quoi.